مشاهدينا اهلا بحضراتكم. مع بدايه اليوم استكمل طلاب الشهاده الاعداديه اداء امتحانات نهايه العام، ولكن مع بدء الامتحان تم تداول صور بتخص الاسئله واجابتها. فما تفاصيل الموضوع واجراءات الوزاره تجاه ذلك؟ هذا ما سنعرضه الان لحضراتكم من خلال تغطيتنا. أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم امتحان مادة العلوم، بينما أدى طلاب بمحافظة الجيزة مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية. ولكن مع بدء الامتحانات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التليجرام صور قيل أنها تخص أسئلة وإجابات الامتحانات التي يؤديها الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم. وتداولت جروبات الغش التي تعمل تحت اسم تشاومينج على تطبيق تيليجرام هذه الصور، فضلا عن تداول رواد التيليجرام صورا مسربة لامتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة حتى قبل انطلاق الموعد الرسمي للامتحان في تمام الساعة 9 من صباح اليوم، وبعدها بدقائق تداولوا صورا أخرى للإجابات. وأكدت مديريات التربية والتعليم أن غرف العمليات تقوم بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها لامتحانات الشهادة الإعدادية الأصلية التي يمتحنها الطلاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من تطابقها. كما أفاد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه جاري التحقيق في الموضوع لمعرفة المتسببين في التسريبات وأيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وقد نبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقاً حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه. وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان. وقد أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم داخل اللجان امتحانات المواد التالية. ففي محافظة القاهرة امتحن الطلاب مادة العلوم، وفي محافظة الجيزة اللغة الأجنبية والتربية الدينية، أما الإسكندرية الجبر والتربية الفنية، والشرقية الهندسة والكمبيوتر. أما عن الغربية فأدى الطلاب امتحان الجبر والتربية الفنية، محافظة مطروح الجبر والتربية الفنية أيضا، وأسيوط الجبر والإحصاء، وأيضا محافظة المنيا الجبر والتربية الفنية. أما عن محافظة القليوبية فأدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية، والأقصر امتحان العلوم، والمنوفية الدراسات والتربية الفنية، والسويس الهندسة والتربية الفنية. وكانت قد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية في محافظات دمياط، الفيوم، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وأسوان، وسوهاج، وبورسعيد، والبحيرة، والدقهلية، والوادي الجديد، وكفر الشيخ. وتنتظم عمليات التصحيح داخل الكنترولات بدقة كاملة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها لن تتهاون مع أي محاولات للغش أو تسريب تحدث في الامتحانات، وأيضاً شددت على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمقصرين. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة.